مرات حاتمة زوير زواج بجثة مرات حاتمة. بالنسبة للساكلي بحكم أنا الفنيات اللي عنده بحكم المركز اللي يلعب فيه اللي يكون هو وراء المهاجم دونك هو أقرب واحد للمهاجم هو أقرب واحد للمرمى دونك ديما تكون عنده الفرصة يكون الحكم الاستئنافي والكرة مقوسة ثم رامي البدوي رامي البدوي تحويل الكرة ثم باكون الكرة الأخيرة كانت في الصبري العماري نرجع الكرة على اليمين عندنا كيف بلاش للشبيبة كما قلت هاش مخطيرة من زهير أيضا يزيد في رصيده الهدف الثاني بعد هدف الأسبوع الفارط تقولوا أيضا أن يضرب منيح الكرة بالراس الرأسية من منطقة ترجع الكرة من رامي البدوي الوقت قاعد يتعدى والنجم قاعد يبحث عن التعديل والشبيبة قاعدة تلوج في التأمين لكن النجاس في كل مرة كان موجود على السيرة اليمين محاولة في أنه يعطي حل ترجع الكرة لحمزة الأحمر البانجورا وضيعة من محمد أمين بن عمر والتغطية ممتازة الراجوبي توصل الكرة خليل ساسي كورته ما تتعداش كما تتعداش ترجع منها رأسية من خليل ساسي وحسام بنينة بعد الخطر على مناطق الشبيبة المهدي يرفع الكرة ترجع بالبوكس من زياد شبالي على النجم في مناطق الشبيبة النتيجة ولازم المقابلة إذا ما يتبقى على سنة الساحل بخلي مسحة ساحات الويل على الدخلاق هذاك عليه تشوفوا أن تقريبا الفلوق بتاعهم كانت عشوية وحاولت تكتك كورة في المناطق القريبة للنجم الرياضي الساحل أطويل الكورة من رامي البدوي فاكون ياخذ كورة على مناطق الشبيبة موندوغا ما ياخذهاش ثم زياد بوغطاس في التغطية رامي البدوي تتنفذ الكورة من علي القلعي طويلة ترجع رأسية من رامي البدوي قصها شراء خلت علي القلعي هذا واحد للنجم هذه المباراة المتأخرة لحساب الجولة الثالثة الذهاب من المرحلة الأولى للمجموعة الأولى رامي البدوي وصل الكرة اللي مسجد هذه محاولة كبيرة من ثنائي محمد أمين بن عمر وباكوم رجع دفاع الشبيبة رجع الكرة توصل لزيد رامي البدوي رجع الكرة براسه النتيجة 3-1 لصالح النجم الرياضي الساحلي النجم اللي كان متأخر في النتيجة بعد هدف أيمن الحارثي اشتباك زياد شبيري بعد هدف خليل ساسي يعدي الكرة إلى الصبري العميري